السلام عليكم. العولمة أم الأمركة؟ لم يحسم الأمر بعد بين المهتمين بشؤون العولمة، لكن المحسوم هو أن هناك تعميماً لأنماط ثقافية وفكرية واقتصادية، تعميماً يجتاح الحدود ولا يسلم منه أحد. في خضم هذه الموجة العاتية التي تضرب شواطئ العالم، يصبح لازماً السؤال عن حال العرب وإذا ما كانوا قادرين على السباحة فيها، خصوصاً وأن العرب ليس لهم إسهام يذكر في الإنتاج العلمي والصناعي والنشاط الاقتصادي الذي تقوم عليه أبرز ركائز العولمة. في هذه الحلقة من برنامج حديث العرب نحاول الوقوف على طبيعة العولمة ومفهومها وعلى الآثار الاقتصادية والسياسية لهذه الظاهرة على العرب، وكذلك على الانتفاضة العربية المستمرة منذ عقد من الزمان، وإذا ما كانت رد فعل عربي رافض لمظاهر العولمة وآثارها. أهلا بكم. يشير مفهوم العولمة إلى تلك الظاهرة المتمثلة بانفتاح دول العالم على بعضها البعض على كافة الأصعدة لتخلق حالة سياسية واقتصادية وثقافية واحدة، الأمر الذي يؤثر على المنظومة المجتمعية المحلية ويصبغ أفرادها بصبغة عالمية حسب مؤيديه. أما بالنسبة لغيرهم فهي وجه آخر للرأسمالية، وهي نوع جديد من الديكتاتورية، ولكن مفهوم العولمة أو الكوكبة أو الكونية ما زال يكتنفه الغموض في ذهن البعض، بينما ينظر إليه آخرون على أنه مجرد واجهة أخرى للهيمنة الأمريكية، ليصبح العالم وكأنه قرية صغيرة السلطة فيها للأقوى، فهو يعتمد على المنافسة الشرسة بين المؤسسات الاقتصادية لتبقى القوية منها مهيمنة على السوق العالمي، ومن خلال التبعية الاقتصادية تستطيع الدول المسيطرة بسط نفوذها على الدول الأضعف والتدخل في شؤونها وفرض قيمها الحضارية، ما يحقق لها مزيدا من التفوق والهيمنة. تلك الظاهرة التي يرجعها علماء التاريخ إلى قرون مضت ثم اقترنت بتطور النظام التجاري الحديث في أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ولادة نظام عالمي متشابك ومعقد عرف بالعالمية ثم بالعولمة بعد ذلك. وتعد العولمة من أهم التغيرات العالمية المعاصرة بكل ما تحمله من تجليات وحقائق وأوهام ومخاطر في التغيرات الثقافية والاقتصادية، ما جعل بعض المجتمعات تطالب بزيادة الوعي بالثقافات الأخرى، فيما يرى آخرون ضرورة الحفاظ على الهوية الثقافية والخصوصية الحضارية في ظل هذا العالم المفتوح. إنه مفهوم ما زال عصيا على التعريف الدقيق، فكل فريق ينظر إليه من زاوية مختلفة، ويبدو أنه ما من دولة اليوم مستعدة للتخلي عن مظاهر العولمة كالإنترنت أو الفضائيات أو الهاتف النقال وثورة المعلومات، لا سيما الدول العربية التي أضحت الطرف الأضعف في المعادلة وتتلقى كل ما هو قادم من أرباب العولمة دون قيد أو شرط، مع وجود من يعد ذلك انسلاخا عن قيم ومبادئ وتقاليد وعادات الأمة وإلغاء شخصيتها وكيانها وذوبانها في الآخر. وهكذا يصبح العالم هشا يسير وفق نسق واحد، وبالتالي فإن ثمة نهايات للثقافة ونهايات للمحتوى الفكري والحضاري للأمم والشعوب. ينضم إلي في الاستوديو الأساتذة عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، وعبد الله تركماني باحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وعبر سكايب من ستوكهولم ناصر العوفي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام. لو بدأت من جهة القلب نبدأ اليوم من اليسار، أهلا بكم جميعا. العولمة من حيث المفهوم، مفهوم هذه العولمة ومظاهرها. أسعد الله مساءكم ومساء جميع المشاهدين. يعني أولا حقيقة نحن إزاء اتجاه تاريخي نحو انكماش هذا العالم، يعني العولمة بمعنى من معانيها انكماش هذا العالم على مستوى مختلف المستويات، يعني اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وغيرها. بالطبع مع تفاوت هذا العالم كما نعلم، عالم الشمال وعالم الجنوب، فدائما هل يعني السؤال الرئيسي هنا، هل عالم الجنوب الذي نحن جزء أساسي منه كيف سنتعامل مع هذه الظاهرة التاريخية المهمة جدا
والتي تترك أو تدخل في كل بيت من بيوتنا. لماذا أسميتها ظاهرة تاريخية؟ لماذا هي تاريخية؟ هي تاريخية لأنه بالفعل هي تتويج لفترة القرنين الماضيين من الحداثة، يعني بمعنى اليوم مرحلة الحداثة التي عاشها العالم منذ القرن 18 حتى يعني أواخر القرن 20. لاحظنا مع ثمانينات القرن الماضي بدأت هذه الظاهرة تتوسع، ظاهرة العولمة أقصد. من هنا هي ظاهرة تاريخية، هي تتويج لمرحلة تاريخية ودخول في مرحلة تاريخية جديدة. ما يميزها أن وتائر تطورها سريعة جدا، بحيث إذا ما قرناها بوتائر تطور البشرية في مراحل سابقة نلاحظ أن وتائرها سريعة جدا. هل من تفسير عملي لهذا الكلام؟ طبعا هناك تفسير، لا شك أن تطور مجتمع المعرفة، تطور اقتصاد المعرفة، التكنولوجيا. اليوم كنا سابقا نتحدث عن الثورة الصناعية الثانية والثالثة، الآن نحن في مرحلة ما يسمى ذوي اليقات البيضاء. اليوم يعني على الصعيد التكنولوجي في تطور كبير. اليوم عندما نتحدث عن إمكانية إجراء عملية جراحية عن بعد، اليوم نحن في إطار مواقع التواصل الاجتماعي مثلا والتواصل مع هذا العالم، كلنا نستخدم اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التي تربطنا بهذا العالم الذي نعيش فيه. هذه مظاهر طبعا، ومظاهر مهمة. هناك مظاهر على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد الاقتصادي، يمكن والسياسي طبعا، يمكن أن نتكلم فيها بشكل أوسع لاحقا. طيب أريد أن أذهب إلى الأستاذ عبد الحافظ، هل العولمة بالضرورة تعني الأمركة؟ نحن طبعا العولمة الاقتصادية على وجه التحديد ليست حديثة على هذا العالم، وإن اختلفت وتيرتها كما ذكر أستاذنا الدكتور عبد الله، لكن مع قبل نهاية القرن 19 كان هناك نفس السمات المتاحة للعولمة الاقتصادية فيما يتعلق بحرية التجارة وحرية الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ثم بدأت بداية القرن 20 وبدأ تغير ملامح نظام القوى العالمية ونشأت المحورين، المحور الرأسمالي والمحور الاشتراكي، إلى وظلت الحرب الباردة إلى أن انتهت في عام 1990 وبدأنا مرحلة جديدة من العولمة الاقتصادية. لكن هنا كانت الطفرة في العولمة في نهايات القرن 20 والقرن 21. أهم هذه السمات سيادة الرأسمالية الاقتصادية. السمة الثانية هي ثورة الاتصالات والمعلومات كما ذكر الدكتور عبد الله. الأمر الثالث هو إنشاء منظمة التجارة العالمية ليكون هناك دور لمثلث المؤسسات الدولية في إدارة الاقتصاد العالمي من خلال البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة التجارة. ومنظمة التجارة كان مخططا لها أن تنشأ في منتصف القرن العشرين مع نشأة البنك والصندوق الدوليين، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك التوقيت لم ترى أنه من صالحها نشأة هذه المنظمة. لذلك نحن نقول أن العولمة كأيديولوجية هي مرتبطة بالمصلحة أكثر منها من السمات والمبادئ والمنطلقات. فحينما نشهد هذا الخلاف الممتد على مدار أكثر من عام بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حول التجارة، نجد أن الصين التي لا زالت تعلن أنها دولة شيوعية تطالب بحرية التجارة، وأن أمريكا معك للرأسمالية تطالب بفرض رسوم وحماية التجارة. فنحن الآن أينما وجدت المصلحة فسمى الأيديولوجية وتوظيفها. فنحن الآن أمام هذا المسرح الفكري الذي يدار من خلال منصات كثيرة، منها منصات الثقافية، المنصات الفكرية، المنصات السياسية، المنصات الاقتصادية. الجميع يبحث عن مصالحه. يعني حينما نجد مثلا في تجربة ألمانيا وهي دولة
رأسمالية رائدة، لكنها تقدم نموذج آخر للرأسمالية يسمى برأسمالية الاجتماعية، الذي يحاول أن يتلافى سلبيات الرأسمالية الجديدة أو النيوليبرالية الجديدة حتى يوجد نوع من التوازن في توزيع الثروات، في الحصول على الخدمات، في التمتع بالثروات الموجودة. فهذه السمات الموجودة للعولمة الاقتصادية للأسف الشديد بعد قرابة 3 عقود بنجد أننا أمام مراجعات، حتى أن صندوق النقد الدولي في دراسة حديثة له يعني يقول أن المنهجية والسياسات التي اتبعت في إصلاح بعض البرامج الإصلاح الاقتصادي في دول كثيرة أثبتت عكس ما كنا نعتقده، من حيث أن الزيادة في معدلات النمو لا تؤدي بالضرورة إلى عدالة توزيع الثروة. وهذا سأتي على سؤالك عنه بعد قليل، لكن دعني أتحول إلى بعد آخر من الحديث. يعني ذكر الأستاذ عبد الحافظ الصاوي أن العولمة هي ليست أيديولوجية وأفكار بقدر ما هي مصالح ومنافع. في البعد الآخر، في المقلب الآخر، العولمة هل تعني بالضرورة نهاية الخصوصيات القومية والثقافية للشعوب أستاذ ناصر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييك وأحيي كادر القناة وضيوفك الكرام والمشاهدين الأعزاء. بالنسبة لمفهوم العولمة بصورة عامة، هو نشأ من بعد عام 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، و هذا ما جعل أمريكا أن تكون القطب الواحد في إدارة العالم والمؤثر الأساسي على المؤسسات الدولية. بالنسبة لسؤالك أستاذ جهاد، إذا ممكن. نعم. السؤال. يعني أنا قلت لك، يعني هنا ضيفي في الاستوديو الأستاذ عبد الحافظ تحدث عن أن العولمة ليست بالضرورة تعني أيديولوجيا وأفكار وثقافة بقدر ما تعني مصالح ومنافع، وضرب مثالين في ذلك: الصين الشيوعية التي تدعو إلى إطلاق حرية التجارة، والدولة الرأسمالية أمريكا قطب الرأسمالية العالمية تدعو إلى حماية التجارة. فهل انطلاقا من هذا الحديث، هل العولمة هي تعني بالضرورة نهاية الخصوصيات القومية والثقافية للأمم والشعوب؟ العولمة لها جهات أو فروع أو خطوط متعددة، منها اقتصادية ومنها سياسية ومنها ثقافية. وبالنسبة للقضية الثقافية، بالطبع هي تسعى أن توحد العالم في ثقافة واحدة، وهي ثقافة الغربي المسيحي، وتسعى أن تلغي وأن تنفي الثقافات الأخرى أو تحصرها في بيئة خاصة. وفي هذا الصدد يشير فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ، يقول أن هناك ثقافتين هم أساسيتين في مواجهة الثقافة الغربية، وهما ثقافة الإنسان الأصفر أو الثقافة الصينية والثقافة الإسلامية. وبالتالي هو يذهب إلى هذا الرأي بأن الثقافة الإسلامية المتجسدة في الخارطة العربية اليوم هي الأصعب للعبور. فرانسيس فوكوياما أم صموئيل؟ أستاذ ناصر، لعله ذكره صموئيل هنتينغتون في كتابه صراع الحضارات هذه الحقيقة. نعم، نفس الشيء. فهي بالنسبة لنا اليوم يتجلى لدينا في منطقتنا العربية من خلال القنوات والقنوات الأخبارية والإعلام وصناعة الأفلام ومهاجمة الرموز الإسلامية والعربية بواسطة ذات قنواتنا العربية وذات وسائل أعلامنا وصحافتنا. فمن هذا الجانب، من الجانب الثقافي، هي تسعى إلى إلغاء القوميات أو الخصوصيات. وبالنسبة إلى الدول الغربية، مثلا هنا نحن في السويد أو ألمانيا أو فرنسا، هي مشتركة معها في الثقافة والسلوك وإلى حد كبير الدين. ولكن بالنسبة لثقافتنا العربية
الإسلامية فهي تصطدم مع المشروع العولمي الذي تطمح الولايات المتحدة وحلفائها أن تعممه على العالم. طيب جميل، يعني ناصر في السويد ذهب إلى نقاط حدية، إلى نقاط التماس سريعا، لكن أنا ما زلت أرغب في تجلية مفهوم العولمة أكثر قبل أن ندلف بعد الفاصل إلى آثاره على العرب وحال العرب مع هذا النظام. أنت تحدثت قبل قليل عن أن العولمة هي ظاهرة تاريخية، وعطفا على ما قاله ناصر من موضوع فرانسيس فوكويما، وهو في حقيقة الأمر قاله صامويل هنتينغتون عن صراع الحضارات، لكن فرانسيس فوكوياما الفيلسوف السياسي الأمريكي تحدث عن نهاية التاريخ وقال إن الثقافة أو الحضارة الغربية بمفهومها الراهن ختمت الحضارات ولا يمكن أن يكون هناك تطور بعدما وصلت إليه الحضارة الغربية ممثلة بأمريكا. السؤال هو يعني إلى أي مدى تتفق مع هذا الأمر؟ على كل حال شكرا للأستاذ ناصر على ما قاله. أنا أعتقد أنه يجب عدم الخلط بين ثقافة العولمة وعولمة الثقافة. الكثيرون منا كعرب ومسلمين يخلطون بين المسألتين، وهذا الخلط طبعا آثاره سلبية علينا نحن. ما تحدث به الأستاذ ناصر في الحقيقة هو عن عولمة الثقافة، الاتجاه الأمريكي والغربي لعولمة الثقافة. لذلك التمييز اليوم ثقافة العولمة تنطوي على قيم إنسانية عليا. هذه القيم يجب نحن في منطقتنا أن نكون جزءا منها كي نتقدم. مثل ماذا هذه القيم الإنسانية؟ يعني مثلا اليوم عندما نتحدث عن المواطنة، عن النظم السياسية مثلا، اليوم عندما نتحدث الأمم المتحدة تتحدث عن تعدد الثقافات واختلافها وضرورة التثاقف بين الشعوب، لكن مع احترام الخصوصيات الثقافية لكل أمة من الأمم. هذا يبقى كلاما نظريا، لكن الذي يفرض منطقه في النهاية هو رؤوس العولمة أمريكا وبعض الدول الحليفة لها الغربية التي تعمم ثقافاتها وحضارتها وحتى النمط الاستهلاكي ونمط الاقتصاد في العالم. هنا تضطرني أستاذ جهاد لكي أقول لا شك أن الغرب يحاول كما ذكرت أن يفرض يعني ثقافته. من هنا طبعا يمكن في الجزء الثاني من الحلقة نناقش ما هو دورنا نحن. يعني أيضا المسألة تتعلق بنا نحن، بنظمنا التربوية، بأنظمة حكمنا، بهوامش الحرية لشعوبنا، للأكاديميين عندنا، لنهضتنا. لذلك أنا أعتقد بأنه يجب أن ننتبه إلى هذه المسألة، لأنه بالأساس الخلل فينا. طيب إذا لم نضع أصبعنا على الخلل الموجود فينا أساسا، يعني أنا أعتقد بأنه أن نضع تخلفنا وتأخرنا على الآخر الغربي فقط نكون بذلك لا يمكن أن نتقدم. يجب أن نضع إصبعنا على الخلل في بنيتنا الداخلية. إذن ماذا يمكن للعرب أن يفعلوا؟ نرحله إلى القسم الثالث والأخير من الحلقة، لأن بعد الفاصل سنبحث الآثار الاقتصادية والسياسية للعولمة على العرب. هذا فاصل قصير، نتابع الحوار بعد قليل. يرجى من مشاهدي قناة رافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر سهيل سات وفق التردد الجديد 10730 أفقي، إضافة إلى التردد الحالي على القمر نايل سات 12380 أفقي.
أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن العولمة والعرب. أستاذ الصاوي، عطفا على ما ذكرته قبل قليل من أن العولمة هي فكرة نفعية مصلحية أكثر منها قضية أيديولوجية أو فكرية إلى آخره، كيف تبدت انطلاق من هذا الحديث، كيف تبدت لك أثار العولمة الاقتصادية على العرب؟ هو طبعا النفعية والمصلحية هي سمة بارزة في النظام الرأسمالي بشكل عام، يعني حتى تحكم مفهوم السياسي ومفهوم الثقافي ومفهوم التجاري ومفهوم الاقتصادي. فيما يتعلق بالعولمة وتفاعل العرب معها، للأسف الشديد قد نتجاوز أو نقول على سبيل المعنى الإجرائي بأن هناك تعامل عربي، لأننا حينما أتحدث عن وصف عربي فالمفترض أن هناك كيان، والحقيقة أنه ليس هناك كيان، لأن الدكتور رمزي زكي وهو اقتصادي قومي راحل، يعني كان في أحد كتبه الصادرة عن مركز دراسات الوحدة العربية عن بعض القضايا العربية قال مقولة لازالت محفورة في ذهني حينما يعني أتناول الشأن العربي، وهي حينما قال ليس هناك اقتصادا عربي ولكن هناك اقتصاديات عربية. لأنني حينما أتحدث عن اقتصاد عربي فالمفترض أنني أتحدث عن سياسة واحدة للاستثمار في البلدان العربية، وأتحدث عن سياسة تجارية واحدة في البلدان العربية، وعن سياسة واحدة للتوظيف في البلدان العربية، ولكن هذا الكيان الافتراضي غير موجود حتى على سبيل النقاش. وعلى الواقع العملي حينما نشأت منظمة التجارة العالمية في يناير 95 أثناء المفاوضات طلبت جامعة الدول العربية أن يكون لها مقعدا في هذه المنظمة بصفة مراقب، فرفض هذا الطلب ولكنهم قبلوا الاتحاد الأوروبي بعضوية كاملة. أستاذ عبد الحافظ، يعني صحيح ليس هناك جسم عربي واحد اقتصادي، لكن الاقتصادات العربية متشابهة من حيث كونها كلها ريعية تقريبا، يعني ثمة يعني خطوط عامة يعني تتشابه فيها. هذا أريد أن أستفسر منك فقط، يعني هذه الاقتصادات حتى لو كانت فرادة وخصوصا الاقتصادات الكبيرة، يعني تحدث عن السعودية عن مصر، كيف تأثرت بمفهوم العولمة على أسواقهم على بيوعهم وشرائهم؟ الأرقام تفقد دلالتها حينما تتحدث عن الوطن العربي بظل هذا التفتيت. فمثلا حينما تحدث عن متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية، فأنت تساوي بين مستوى دخل الفرد في الصومال وجيبوتي وجزر القمر وبين قطر صاحبة أعلى متوسط دخل الفرد. لكن إذا تحدثنا عن التأثير مثلا، فالعرب دخلوا العولمة وكأنهم ذاهبون لمشاهدة فيلم في السينما أو لحضور مباراة في كرة القدم مثلا أو أحد الرياضات المختلفة. فالأرقام لعام 2017 في قاعدة بيانات البنك الدولي بتقول أن مساهمة العالم العربي في الناتج المحلي الإجمالي 2.5 تريليون دولار، بما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي اللي بيبلغ. هم يعومون على بحور من النفط. 80 تريليون. إنجلترا وحدها الناتج المحلي الإجمالي بتاعها يزيد عن الناتج المحلي ل 22 دولة عربية. هذه واحدة. الأمر الثاني الذي تغنت به كل الحكومات الدكتاتورية في العالم العربي عن دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة أيضا أحد أدوات وسمات العولمة. يعني حينما ننظر إلى أرقام 2017 نجد أن نصيب العالم العربي من هذه الاستثمارات 30 مليار دولار، معظمها يأتي من دول عربية. يعني ال 30 مليار هذه لا تأتي بالكامل من خارج العالم العربي، ولكن جزء كبير جدا منها يأتي من داخل العالم العربي، ولكنها تسجل في البيانات القطرية على أنها استثمارات أجنبية مباشرة. بمعنى أن السعودية مثلا تستثمر في الإمارات والإمارات تستثمر في السعودية، ودول أكبر مكون في الاستثمار الأجنبي العربي بين لما تحسبه يعني، ولكن هذا يسجل استثمار. فحينما تجمع هذه الأرقام، لذلك أنا أقول لك حينما تتحدث عن الشأن العربي تفقد الأرقام دلالتها. نصيب العالم العربي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم 1.5%، يعني هذه الاستثمارات تبلغ 1.9 تريليون دولار. العالم العربي يتحصل على 30 مليار فقط. أيضا حينما نتحدث عن الفاجعة الكبرى فيما يتعلق بالصادرات متقدمة التكنولوجيا، هذه الصادرات على مستوى العالم بتساوي 1.9 تريليون دولار. الصادرات العربية 2.7 مليار، وبما يمثل 0.3%، يعني أقل من 1% من تلت من 1%. كل طبعا هذه الأرقام بتعكس إيه؟ بتعكس أنك أنت دخلت العولمة على خلاف مدخل الصينيين، ودخلت العولمة بخلاف مدخل الهنود، ودخلت العولمة بخلاف مدخل الماليز وجنوب شرق آسيا. بمعنى إيه؟
هذه الدول قبلت العولمة رغم أنها بتصطدم بمكوناتها الثقافية والعقائدية، لكن كانت المعركة أمام صانعي سياسات التنمية في هذه البلدان بتعتمد على كيف أعظم الإيجابيات من دخول العولمة وكيف أقلل السلبيات. حينما نجد مثلا تجربة مهتير محمد الممتدة من 1982 إلى 2003 في استخدام الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت مميزة جدا. قال الاستثمارات أهلا وسهلا، لكن أنا عندي خريطة، اتفضل استثمر في القطاعات دي، مثلا مش مشروعات، في القطاعات اللي أنا عندي فيها عجز، مش اللي هيجي زحم فيها ويشوف مثلا القطاع الخاص بيكسب مثلا في مصر فين ويجي يعمل عمليات استحواذ أو يزحم القطاع المصري أو يجي في اللي الورش. يعني أقصد أنه استعمل أدوات العولمة فيما يعود على أمته بالنفع خلاف الحالة العربية. أنت الآن حينما كنت تتحدث عن الصين 1990، ما هو دورها في الاقتصاد العالمي؟ لا شيء. لكن الآن أنت تتحدث عن القوة الاقتصادية رقم 2 على مستوى العالم بناتج محلي يصل إلى 12 تريليون دولار بعد الولايات المتحدة الأمريكية التي يصل ناتجها المحلي إلى 19 تريليون دولار. فبالتالي نحن وجودنا في العولمة كل ما أتحناه للعولمة فقط أننا فتحنا لهم سوق حجمه 400 مليون مستهلك بدون حماية، بدون حماية وبدون شيء. هذه أنت قد ذكرت قضية الحماية وأنت ذكرتني بها في لحظة واحدة. يعني حينما أؤكد على أن العولمة هي المصلحة، يعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يرفضان إلى الآن رفع الدعم عن القطاع الزراعي، بينما كل الدول العربية رفعت الدعم عن القطاع الزراعي في مقتبل يعني العولمة. في العلاقة ما بين الدول النامية والعرب جزء منها وبين الغرب، ثمة حديث لكوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة للأسباق سأطرحه عليك بعد قليل، لكن دعني أذهب إلى ستوكهولم. أستاذ ناصر، يعني ثمة من يقول من المراقبين حتى ربما ليس فقط من العرب وإنما من غير العرب إن العرب كأمة تبدلت خلاياهم لدرجة أن الناظر إليهم من بعيد لا يحسبهم عربا، ويرجع بعض المراقبين هذا الأمر إلى مفاعيل وآليات وأدوات العولمة التي اخترقت العرب من كل الجهات. السؤال هو يعني هل تتفق مع هذا الطرح؟ وإذا كنت تتفق كيف حصل هذا التحول للعرب؟ طبعا لا أتفق أستاذ جهاد مع هذا الطرح. فالشعوب العربية تقاوم العولمة بكل أشكالها ثقافيا وسياسيا ولا ترضخ إليها، لكن الحكومات العربية صار عملها عملا وظائفيا. لكن هذه الحكومات من هذه الشعوب يعني أستاذ ناصر. لا، هو يعني هنا الاختلاف، هنا انه هذه الشعوب ليس لديها حاضنات شعبيه، وبالتالي اذا رجعنا الى المقاييس الغربيه الموجوده من وجود برلمانات ووجود حكومات شرعيه فهي لا تمتلك هذه الخصوصيه الدستوريه في المقاييس الغربية والمعايير الغربية التي هي موجودة. بل نحن ورثنا بعد الحرب العالمية الأولى نظاما وراثيا، ثم جاء الضباط في مختلف البلدان العربية وتحكموا حتى هذه اللحظة في مصير الشعوب العربية. فالشعوب العربية ليس لديها خيارات في الديمقراطية مثلا والليبرالية. لكن أستاذ ناصر، يعني أستاذ ناصر ربما يعني بعيدا عن حالة العاطفية أو الحالة المتخيلة، ثمة من يقول لك أن العرب في وسائل إعلامهم، في أسواقهم، في جامعاتهم، في طرائق لباسهم، في أنماط استهلاكهم تغيروا كثيرا عما كانوا عليه، وهذا بالنهاية انصهار في العولمة والثقافة العالمية الحديثة بحيث ذابت الفروق كثيرا بينهم وبين الأمم الأخرى غير العربية. هل هذا طبيعي أم هذا شيء مرضي من, من, من أعراض العولمة؟ هو يفترض من العولمة أن تعزز قضايا حقوق الإنسان وأن ترفع من قدر كيانه وشخصيته في بلده، وأن تكون له يقظة متوسعة حول حقوقه ومكانته الاجتماعية والسياسية. يعني هذا ما يفترض أن يكون، لكن كما قلت في أول حديثي أن معظم أهداف العولمة تتجلى في الغلبة الثقافية أو فرض
أنماط ثقافية خاصة، وكنموذج حي. وكما تفضلت بعيدا عن العاطفة، نحن نأخذ مثلا العراق اليوم مثلا بعد احتلال 2003 لبغداد، ماذا حدث من هذه العولمة، وماذا حصل الشعب العراقي من استقرار وأمن، وهذا نموذج. وماذا يحصل اليوم في سوريا، وماذا يحصل في ليبيا، فهذا مرتبط بشكل أو آخر بالعولمة وبالمؤسسات الدولية المرتبطة بالمنظرين الأمريكان أو الغربيين الذين يروجون إلى توحيد الثقافة وتوحيد المفاهيم العالمية والعولمة، وبالتالي إلغاء بعض الثقافات في بعض المناطق خاصة في منطقتنا العربية، وهذا ما نرفضه. وإلا هي العولمة بصورة عامة كتبادل ثقافي وحضاري العرب والشعوب العربية لا ترفضه، وهو لا يتميز حتى بشكل اللباس مثلا أو بشكل مثلا الموسيقى والظواهر الثقافية، ولكن بالفكر والمعرفة فالعرب متمسكون بالقيم أو بالأسس الأولى لحضارتهم الإسلامية والعربية. هذا ما أريد أن أبني عليه لأسأل الأستاذ عبد الله، يعني عندما نتحدث عن العولمة وهذا التنميط، التنميط المعرفي والثقافي القادم وتدفق المعلومات والإنتاج المعرفي من جهة واحدة إلى جهة أخرى، من الشمال إلى الجنوب أو من الغرب إلى الشرق، الحديث عن هذا الموضوع ينبغي أن يثير في العرب الخوف على أفكارهم وثقافتهم وتصوراتهم لله وللدنيا وللحياة وللمجتمع، أم ينبغي أن يثير الخوف فيهم على صناعاتهم واقتصاداتهم؟ يعني أي حزمة ينبغي أن يخشى عليها عربيا هنا؟ يعني هذا ما يسمى صدمة المستقبل. يعني أنا أعتقد أنه المسألة مش قضية تخوف، طالما اتفقنا بأنه في اتجاه تاريخي كما عرفنا في بالنسبة للعولمة، طالما قلنا بأنه هناك ثقافة العولمة ونحن نستخدم معطياتها، فأنا أعتقد أنه كيف نتعامل مع هذه الصدمة هي المسألة الأساسية. في صدمة حضارية جاءتنا، ونحن للأسف اليوم العالم المتقدم يستوعب هذه الصدمة الحضارية، مش صدمة بالنسبة له، هذا التطور التاريخي، لأنه هو أنجز الحداثة. نحن مشكلتنا أننا الحداثة التي أنجزها العالم المتقدم منذ قرنين من الزمن ما زالت تتعثر في بلادنا. ليس هناك اتفاق على إنجاز الحداثة أصلا في العالم العربي حتى الآن. ما هذه هي المشكلة، أنه نحن في هذا السياق يعني أتحدث عن ما يسمى صدمة المستقبل، لأنه مستقبل البشرية مرهون بما تفرزه العولمة على الصعود التكنولوجية، على الصعود الثقافية، الاقتصادية، الاجتماعية، السياسية. إما أن نتعامل مع هذه المسألة بروح الانفتاح عليها والاستفادة من جوانبها الإيجابية. طبعا هي لا شك تنطوي على جوانب سلبية، ولكن بقدر ما نستطيع أن نهيئ أنفسنا، أن نهيئ منظوماتنا التربوية، أن ندخل مجتمع المعرفة. يعني اليوم ليس غريبا أنه مثلا تقارير التنمية البشرية التي صدرت، الخمسة التي صدرت حتى الآن، لو نعيد قراءتها أليس غريبا أن المواطن العربي يقرأ بالمعدل العام ربع كتاب في السنة، بينما إسبانيا البلد الأوروبي الصغير يقرأ كذا كتاب المواطن الواحد؟ هذه مسألة. المسألة الثانية، عندما نأتي اليوم في اتجاهات العولمة كما قال الأستاذ الفاضل منذ قليل، يعني قضية المصالح والمنفعة، اليوم التعليم يتجه نحو مخرجات التعليم في البلدان المتقدمة هي مخرجات من أجل الحياة، من أجل العمل. نحن مخرجاتنا للأسف ببغائية، اسمحوا لي في هذا التعبير، نحن نخرج تلاميذ ببغاوات عمليا، يعني في أغلب الأحيان حتى لا أقول بالمطلق. لذلك إذا لم نغير من منظوماتنا التربوية
نعلم أطفالنا وشبابنا كيف يتعاملون مع هذا العالم المعاصر، مع هذه النتائج الإيجابية أو المعطيات الإيجابية للعولمة، سنخسر المستقبل. طبعا الإجابة عن هذا السؤال ما زالت معلقة في رحم المستقبل بانتظار نتيجة الحراك السياسي والاجتماعي الحاصل في العالم العربي. لكن أريد أن أعود مرة أخرى إلى الأستاذ الصاوي. كوفي عنان الأمين عام للأمم المتحدة، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، قال في مؤتمر سياتل عام 1999، قال إن، وتذكر هذا كلام مهم كان له، قال إن الدول المتقدمة تريد من الدول النامية والدول المتأخرة تريد أن تصدر لها المواد الخام فقط بمقابل وعود وردية تقدمها لهذه الدول، لكن في واقع الأمر هذه الدول النامية لا تحصل على شيء. وبالتالي هذا يدفعنا إلى السؤال عن الدول النامية وبالقلب منها الدول العربية، هل تحولت هذه الدول اليوم إلى دول حارسة للمصالح والتصورات والأفكار والثقافات الغربية بلا مقابل؟ هو طبعا كما ذكرت حضرتك أن حينما الجزرة التي قدمت من قبل الدول المتقدمة للدول النامية أن مقابل الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في 94 والإعلان عنها في يناير 95 من دولة عربية هي المغرب العربي، كان هناك أمران. الأمر الأول هو نقل التكنولوجيا من العالم الغربي إلى الدول النامية. الأمر الثاني فتح الأسواق الأوروبية للمنتجات الدول النامية. بعد الكلام ده كان في 95، 99 في سياتل الدولة النامية ما شافتش حاجة على أرض الواقع من هذه الوعود، فبدأ اللي اتحرك بشكل كبير مش الدول النامية، المجتمع المدني في الدول الغربية للأسف الشديد. يعني هو اللي كان ليه دور كبير في مؤتمر سياتل، المجتمع المدني الغربي الذي كان يطالب بحقوق الدول النامية. لكن على صعيد الدول النامية ومنها الدول العربية لم نجد مثلا أن هناك كيانا أو تجمعا حريصا على المصالح العربية في ظل العولمة. فعلى سبيل المثال النفط الذي يتم تصديره بشكل خام، لم يكن هناك يعني إدارة أو منظمة، على الرغم من وجود منظمة الأوبك في كمنظمة عربية للدول المصدرة للنفط، لم تسعى هذه المنظمة على سبيل المثال لزيادة المصالح العربية في الانتقال من تصدير الخام إلى مشتقات النفط، يعني أنت تصدر بنزين وسولار وغاز ومنتجات أخرى حتى تزود القيمة المضافة، بدل ما تصدر البرميل $100 تصدر مشتقات البرميل $700 و $800، فأنت تعظم المصلحة. لكن للأسف الشديد الحكومات العربية كانت بتفتقد البوصلة، بتفتقد الخطة، الإرادة أم الخطة؟ الأسبق الإرادة، وبني عليها افتقاد البرنامج والخطة للتعامل مع العولمة. لذلك إحنا الآن بنجد في عمق الريف العربي المستهلك العربي أصبح يتعرف على المنتج الأمريكي بشكل كبير جدا، لأنه بيعرض عليه من خلال موزع عربي، من خلال موزع أجنبي. أصبحت الثقافة الاستهلاكية الموجودة الآن، أنت كنت في ريف مصر، في ريف سوريا، في ريف الأردن، في الريف الفلسطيني، كانت هناك ثوابت للاستهلاك على مستوى الغذاء، على مستوى الكساء، على مستوى كذا. لكن أصبح الآن الشيبسي هو المستهلك الموجود في كل فصول الدراسة، بيجدوا في المدرسة ويجدوا جنب البيت ويجدوا كذا. فطبعا كان مفترض أنك مثلا لما تذهب إلى ماليزيا تجد أن هناك انحصار شديد جدا للمطاعم الأمريكية، يعني ماكدونالدز والبرجر وما إلى ذلك تلقى موجود لكن محدود. لكن الثقافة الماليزية في الطعام والشراب موجودة بكثرة غالبة. هل النظام الاقتصادي أم النظام السياسي؟ الاثنين، للنظام اللي أنا رأيي في الإرادة السياسية والمكون الثقافي. حتى في هذا البلد الذي نعيش فيه الآن أنت لا تجد مثلا انتشار للماكدونالدز في الشارع التركي، أنت تجد المطعم التركي بمكوناته بكذا، يعني هو السائد. خد بقى حضرتك على الصناعة، ماذا تطورت الصناعة العربية من 1990 إلى الآن؟ لا شيء. كل ما حدث أننا غيرنا خطوط الإنتاج التي كنا نستوردها من يوغوسلافيا ومن الاتحاد السوفيتي إلى خطوط إنتاج نستوردها من ألمانيا وأمريكا ومؤخرا من الصين. جميل. يعني حتى مثلا صناعة مثل صناعة الأدوية التي تقوم على البحث والتطوير، لا يوجد منتج عربي ينسب إلى بلد عربي في إنتاج الدواء، ولكن نحن
نستورد المكونات الرئيسة ونعمل عمليات إذابة، يعني كما نعبئ الكوكاكولا في زجاجات وفي كنز، أيضا نعبئ الدواء على الرغم من وجود كليات الصيدلة، عن الرغم من وجود علماء أفزاز عرب، لكن حتى على مستوى الاي تي والتكنولوجيا عندنا كفاءات عالية جدا، ولكنها كفاءات أفراد لا توجد إرادة سياسية لانتظامها كما فعلت الهند مثلا. يعني أنا أختم بتجربة الهند في تعاملها مع العولمة، وخاصة في مجال التكنولوجيا المعلومات، حينما استفادت من خريج كليات العلوم وأقسام الرياضة وأنشأت أجيال من المبرمجين صدرتهم لأمريكا والاتحاد الأوروبي، وأصبحت صادرتها من البرامج تناهز ال 200 مليار دولار. أرجو أن يسعفني الوقت حتى أعود إليك. أذهب إلى ناصر بسرعة وأرجو الاختصار، بقي معنا القليل من الوقت. يعني الحديث الذي اتفقتم عليه ثلاثتكم وربما أنت والأستاذ الصاوي مع تمايز قليل للأستاذ عبدالله تركماني، العرب مسحوقون في نظام هذه العولمة العالمية التي تجتاح العالم، هل هذه العولمة قدر لا مفر منه بالنسبة للعرب، أم أن هناك ما يمكن أن يفعلوه لمقاومة تداعيات وأثار هذه العولمة اقتصاديا سياسيا اجتماعيا فكريا عليهم؟ نعم أستاذ جهاد، أنا ما أعرف كم الوقت من الوقت باقي، لكن ولا أريد بنفس الوقت أن أرد على ضيوفك الكرام بأمور معاكسة، لكن بالنسبة مثلا لأخذ إحصائية بأن أمة اقرأ لا تقرأ أو مثلا نحن أمة أمية أو جاهلة، فهذا لما مثلا ترى أنت الغربي هنا يقرأ مثلا يقرأ روايات نعم ويقرأ أشياء، لكن لا ترتبط بالثقافة، يقرأ من الخيال ويقرأ من الأشياء الجانبية والهامشية. بالعكس العرب اليوم بحكم طموحهم وتطلعهم إلى بناء دولة مركزية مستقبلية يقرؤون وأكثر ويتابعون أكثر ويهتمون أكثر، وخاصة بعد الثورات التي حدثت في الوطن العربي والحروب التي الآن تدار في العراق وسوريا وليبيا واليمن وباقي البلدان العربية. وأما العولمة بالنسبة أنها قدر محتوم أم لا، فهي جاءت من كما أشار الأساتذة الإخوة الأفاضل ضيوفك، جاءت من الثورة التكنولوجية والتقنية والصناعية التي حدثت في أوروبا، ولما أتت إلينا في بداية القرن العشرين بالواقع هي فرضت نفسها علينا، ولكن لم تكن بهذه الصورة، إلا أن أسسها بنيت في تلك الفترة، وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي تبلورت بشكل واضح وفرضت هيمنتها السياسية والثقافية والاقتصادية من خلال صندوق النقد الدولي ومن خلال جيوشها الكبيرة التي انتشرت في وطننا العربي، ولكن هذا لا يعطيها أو لا يعطينا الحجة أن نستسلم وأن نتراجع بشكل كامل ونقول أنه قدر أو أنها نظرية لها قدسية علينا أن نخضع لها. كلا، الأمر ليس كذلك، بل إذا قارنا بين 1991 في ظهور هذه الظاهرة إلى 2011، يعني في خلال 20 سنة تقريبا، أقل من 20 سنة، حدثت الثورات العربية وحدثت التغييرات، وهذا يدل عن عدم جدوى وفشل نظرية العولمة خاصة في بلدان العربية. طيب هنا أريد أن أسأل الأستاذ عبدالله تركماني، إلى أي مدى يمكن أنت كباحث في مركز دراسات وعملت لسنين طويلة في الأبحاث وألفت كتب في هذا السياق، إلى أي مدى يمكن أن نقرأ الانتفاضة العربية المستمرة حتى الآن وآخر تداعياتها في السودان والجزائر هي رد فعل عربي رافض لمظاهر هذه العولمة وتجلياتها على المنطقة؟ يعني في جانب ولكن محدود جدا رد فعل على العولمة، ولكن الجانب الأهم هي الاستفادة من معطيات العولمة. يعني اليوم
كلنا نعرف أن هذا الثورات العربية التي شاهدناها في الأقطار العربية بدءا من تونس ثم مصر وليبيا وسوريا واليمن والآن في الجزائر والسودان، نلاحظ أن شبابنا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي التي هي أهم معطيات العولمة. هي واحد. اثنين، حتى المفاهيم التي تطرح اليوم، قضية الحرية، قضية الديمقراطية، قضية الحكم الرشيد، لكنها نسبية، مفاهيم نسبية عند العرب. هذه مفاهيم نسبية، ولكن عمليا مع ثقافة العولمة التي انتشرت، هذه القيم المواطنية اللي قبل الثورات العربية بالمناسبة كان الوعي. لكن لو أذنت لي أستاذ عبدالله، يعني حتى نحرر النقطة هنا مهمة جدا، يعني أنت جنابك تقول أن العرب الثورات العربية هي متوائمة مع العولمة بشكل أو بآخر، لكن حتى الحرية، قضية حرية وحقوق الإنسان حتى عند العرب، هي عندما يطالب العرب بالحرية فإنهم يطالبون بالحرية السياسية، بحرية وجودهم ككيان كإنسان يشارك في العملية السياسية، ليس بالضرورة بمعنى الحرية الموجودة في أمريكا أو بفرنسا أو بريطانيا. أنا لا أقول هذا، يعني هي المسألة، يعني الحرية قضية شاملة، مواجهة للعولمة يعني. لا لا لا، مش مواجهة للعولمة، بالعكس، يعني اليوم هي جزء من العولمة. اليوم مفاهيم المواطنة والحرية والكرامة، شفت؟ نعم. هذه كلها هي جزء من هذا الاتجاه التاريخي. لكن في العولمة كما قال الأستاذ الصاوي لو أذنت لي معذرة، هذه القيم هي هامشية بالمقارنة مع المصالح والمنافع. لا لا، يعني ما قاله الأستاذ أنا أعتقد أنه فهمته جيدا، يعني بمعنى أنه هو يقول ليست أيديولوجيا وإنما مصالح ومنافع، وهذا صحيح. واليوم بالمناسبة حتى عندما نتكلم عن حقوق الإنسان ونتكلم عن المواطنة وهذه المفاهيم، حقيقة هذه ليست مفاهيم أيديولوجية، هذه بالأساس هي مصالح للشعوب ومنافعها. اليوم التقدم الغربي الذي شاهدناه، لولا توفر هذه العناصر الأساسية من المواطنة والديمقراطية والبرلمانات وحرية الصحافة، حرية الإنسان، حرية الضمير، حرية المعتقد، هذه المفاهيم كلها لما تقدم هذا الإنسان الغربي. فلذلك أنا برأيي هذا الاتجاه التاريخي الذي شاهدناه إرهاصاته في سنة 2011 ونلاحظ اليوم في الموجة الثانية في السودان والجزائر، وأنا أتوقع موجات أخرى قادمة، هي في الحقيقة يعني جزء من هذا التحول العالمي. وأعود فأقول إن يجب أن نميز بين عولمة متوحشة وبينما عولمة إنسانية يجب أن نستفيد من معطيات. أشكرك جدا، يعني بقي دقيقة معي أستاذ الصاوي معذرة، يعني كيف يمكن التمييز بين عولمة متوحشة وعولمة إنسانية، علما أنك أنت قلت بأن العولمة في الأصل يعني هي منافع ومصالح يفرضها القوي والمسيطر، بدقيقة معذرة. يعني هي دي تنطبق بالضبط على ما حدث في ثورات الربيع العربي، حينما وجد الغرب أنه ليس من مصلحته أن تنجح هذه الثورات، فيعني تواطأ مع الدول الداعمة للثورات المضادة لوأد هذه الثورات. حينما خرج الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي ليعلن عن استراتيجية جديدة لمصر بأننا سننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، كانت هذا اصطدام بمصالح الشركات متعددة الجنسية. حينما رفض، هذا غلط برأيك؟ هل هذا طبعا غلط؟ حينما رفض الدكتور مرسي أن يعطي للبريتش بتريليوم حق أكثر من يعني أكثر من حقها في ملكية بئر الغاز، أتى السيسي المنقلب ليعطيها هذه الملكية بنسبة 100%. لذلك ألمانيا دعمت السيسي، إنجلترا دعمت السيسي، أمريكا دعمت السيسي، فرنسا دعمت السيسي، وكانت صفقات السلاح تدلل على كل هذا. أيضا أنا كنت يعني ممثلا لحزب الحرية والعدالة إبان ثورة يناير في بعض الدول الأوروبية، وكنت أقول للمتحاورين معنا نحن نريد علاقة عادلة، نحن نريد أن تكون علاقتنا في إطار استقلال. طيب. وليس تبعية، نحن نريد أن نرحب بالاستثمارات الأجنبية من دولكم في بلداننا، ولكن وفق أجندتنا التنموية
وليس وفق أهوائكم ومصالحكم. أدركنا الوقت بعشر ثواني، يعني هذا إخفاق الرئيس مرسي عندما أراد أن يصنع شخصية لمصر وربما من ورائها العالم العربي، يعني هل هذا النظام نعم لا أقصد النتيجة، يعني في النهاية نتيجة يعني انقلب عليه في النهاية بعشر ثواني من فضلك، يعني هذه العولمة ونظام العالمي هو قدر لا مفر منه، لا طريقة لمواجهته. لا أنا شايف أن تجربة الهند وتجربة الصين وتجربة لا معلش، المحاولة هنا تختلف درجات النجاح فيها. في من ينجح بنسبة 40% 50% 60% 70%، في من يتماهى. يعني الآن بعد فرض العقوبات على إيران وجدنا أن الصين تراجعت بشكل كبير، لأن مصالحها في أكثر من نصف تريليون دولار في التجارة مع أمريكا مهددة. فلذلك وهذه هي العولمة حينما أقول كيف تعظم مصالحك، كيف تتسم بالاستقلالية في إدارة ملفاتك الاقتصادية والتنموية في إطار من البرغماتية. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أرجو أن تكون أن كانت مثمرة ونافعة. أشكر ضيوفي معي في الاستوديو، الأستاذ عبد الحافظ الصاوي الباحث الاقتصادي، والأستاذ عبد الله تركماني الباحث في مركز حرمون للدراسات المعاصرة، وكما أشكر أيضا عبر سكايب من ستوكهولم في السويد ناصر العوفي الباحث في شؤون الشرق الأوسط. شكرا لكم، في حراسة الله تعالى.